السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي الطلبة وطلبة الصف الثالث الثانوي الفرع الأدبي، أحييكم وأسعدكم أوقاتا أينما كنتم. نبدأ معكم بدروس مادة التاريخ في الفصل الخامس، وهو درس عبارة عن مقدمة وتعريف لمواضيع ودروس الفصل الخامس من كتاب مادة التاريخ. كنا قد تعرفنا في الفصل السابق عن أهم الاتفاقيات والمؤامرات الاستعمارية على منطقتنا العربية، وأهم تلك الاتفاقيات التي كنا قد درسناها وتحدثنا عنها بالتفصيل هي اتفاقية سايكس-بيكو ووعد بلفور التي كانت كفيلة بتقسيم المنطقة العربية في بلاد الشام والعراق ما بين النفوذين الفرنسي والبريطاني. كذلك طبعا سنرى كيف وقعت الدول العربية الأخرى أيضا تحت سيطرة الاستعمار الأوروبي، طبعا سواء في دول الخليج العربي أو دول الشمال الأفريقي. في هذا الفصل الخامس سنتعرف على الحركة الوطنية وكيفية مقاومة الشعب العربي في كل البلاد العربية ضد الاستعمار الأوروبي. ونبدأ في الفصل الخامس في الحركة الوطنية في سوريا، ولدينا في سوريا عدة نقاط هامة سنتوقف عندها بشيء من التفصيل. أولا كيفية دخول القوات الفرنسية إلى سوريا، ثانيا انذار غورو الشهير وهو عبارة عن رسالة موجهة من الجنرال غورو قائد القوات الفرنسية إلى الأمير فيصل لفرض الاحتلال الفرنسي على سوريا. أيضا سنتعرف على معركة ميسلون وهي من أهم المعارك في سوريا في التاريخ الحديث، وبطل هذه المعركة طبعا يوسف العظمى الذي سنتحدث عنه في دروس قادمة إن شاء الله. أيضا الثورة السورية الكبرى، وسنتعرف على أحداث الثورة وقائد الثورة السورية الكبرى ونتائج هذه الثورة. أيضا من النقاط الهامة سنتعرف على أهم المعاهدات التي عقدتها الحكومة السورية مع الاحتلال الفرنسي وهي معاهدة 1936، ومن ثم قضية لواء اسكندرون، ووصولا إلى نهاية الاحتلال الفرنسي لسوريا واستقلال سوريا عام 1946. أيضا سنتعرف في الفصل الخامس على الحركة الوطنية في لبنان وتأسيس دولة لبنان الكبير، وكيف تم فصل لبنان عن سوريا الأم، حيث كان لبنان جزءا من سوريا ومن بلاد الشام أثناء الحكم العثماني. وأيضا أهم المعاهدات التي عقدتها الحكومة اللبنانية مع فرنسا، ومن ثم وصول لبنان إلى الاستقلال. أيضا سنتعرف على الحركة الوطنية في الأردن، وسنتعرف كيف تم تأسيس إمارة شرق الأردن، ومن ثم أهم المعاهدات التي عقدت بين الأردن وبريطانيا، ومن ثم كيف تحولت إمارة شرق الأردن إلى مملكة وسميت المملكة الأردنية الهاشمية، وأهم ملوك هذه المملكة الملك حسين الذي يعتبر من أهم ملوك الأردن والذي حكم فترة طويلة من الزمن، وأهم الأحداث التي وقعت في عهده. أيضا سنتعرف على الاحتلال البريطاني للعراق، كيف دخلت القوات البريطانية العراق وقامت باحتلاله، ومن ثم أهم الثورات التي قامت في العراق هي ثورة 1920 ضد الاحتلال والوجود البريطاني، ومن ثم وصول الأمير فيصل ومبايعته ملكا على عرش العراق، وصولا أيضا إلى فترة الحرب العالمية الثانية حيث حصلت في العراق ثورة وحركة شهيرة جدا وهي حركة رشيد علي الكيلاني في فترة الحرب العالمية الثانية. أيضا سنتعرف على الحركة الوطنية في شبه الجزيرة العربية،
بداية من منطقة الحجاز وقيم الدولة السعودية، والتي سنتعرف أيضا على مراحل قيم المملكة وتشكلها، ومن ثم أيضا الحركة الوطنية في اليمن. سنتوقف عند الثورة، ثورة اليمنيين على الأتراك، أيضا علاقة اليمنيين مع الدولة السعودية الناشئة أو المملكة العربية السعودية، ومن ثم علاقة اليمنيين مع بريطانيا، وصولا إلى اغتيال شخصية هامة جدا في اليمن، وهي اغتيال الإمام يحيى، وما بعد ذلك. أيضا الحركة الوطنية في اليمن الجنوبي، ومن ثم سنتعرف على كيفية وصول باقي الدول في شبه الجزيرة العربية وحصولها على الاستقلال، من الإمارات العربية إلى عمان إلى قطر إلى البحرين إلى الكويت. بعد ذلك سننتقل إلى الحركة الوطنية في مصر والسودان. طبعا مصر والسودان كانت مرتبطتين ارتباطا وثيقا، ووقعت تلك أو كلا البلدين تحت سيطرة الاستعمار البريطاني. سنتعرف على أهم وأبرز مساوئ الاستعمار البريطاني في مصر، وأهم رموز المقاومة في مصر، أمثال مصطفى كامل ومحمد فريد. أيضا سنتعرف على محاولة بريطانيا للانفراد في حكم السودان والسيطرة عليه وعلى ثرواته وموارده. أيضا سننتقل فيما بعد طبعا إلى الحركة الوطنية في دول شمال أفريقيا. طبعا ليبيا وقعت تحت الاحتلال الإيطالي. سنتعرف على أهم المعارك التي خاضها الشعب الليبي ضد الاحتلال البريطاني، وسنتعرف أيضا على مرحلة تأسيس الجمهورية الطرابلسية. أيضا سنتعرف على الحركة الوطنية في تونس والجزائر، وسنتعرف على كفاح ونضال الشعب الجزائري والتونسي إلى أن حصل كلا الشعبين على استقلاله من طبعا الاحتلال الفرنسي. أيضا سنتعرف كيف قامت فرنسا وإسبانيا باحتلال المغرب، ومن أهم الشخصيات التي قاومت الاحتلال وقادت حركة المقاومة والكفاح في المغرب وصولا إلى الاستقلال، ومن ثم في النهاية الحركة الوطنية في موريتانيا، وأهم طبعا الأحزاب التي قامت وقادت الحركة الوطنية إلى أن حصلت موريتانيا على استقلالها. نكون بذلك قد استعرضنا أهم الأفكار والمواضيع التي سيتم بحثها بشيء من التفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله في الفصل الخامس. أتمنى لكم كل الفائدة والنجاح والتوفيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.